جاوب وتفتح مولات ويكونوا كذلك هما من المؤثرين تاع الإجازة اللي إن شاء الله غادي تفتح أبوابها تكون مدينة المحمدية ومدينة الصويرة. يعني غادي نستقبلوا الطلبة اللي باغيين، لأن المؤسسة عندها مدرسة مهندسين الصويرة سوتك. في إطار الأنشطة تاع مؤسسة البحث والتنمية والابتكار في العلوم والهندسة اللي تقوم بأنشطة مهمة على الصعيد الوطني والدولي من ناحية التكوين والبحث والابتكار وكذلك استثمار في الشباب، يعني في هذا الإطار هذا وفي إطار خلق المؤسسات الجامعية اللي قامت بها المؤسسة البحث والتنمية والابتكار في الدخول الجامعي 2023-2024 تم خلق مدرسة المهندسين سوبتك سونتي، وإن شاء الله في الدخول الجامعي المقبل غادي يتم خلق مؤسسة يعني مدرسة المهندسين سوبتك انفيرونمون. وفي إطار هذا مدرسة المهندسين سوبتك انفيرونمون تم اليوم في يعني وضع واحد الشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة التحت المائية في خلق إجازة مهنية يعني على الصعيد الوطني، واللي تم وضع الاعتماد ديالها لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والبحث والابتكار. هذه الإجازة الهدف منها وهي يعني في الحرف نتاع الأنشطة التحتمائية، وهنا حرف كثيرة يعني تلاحظوها، لأن الحمد لله في يعني التوجيهات الملكية السامية تلاحظوا المغرب الحمد لله مشى واحد النوع قفز نوعي في السنوات الأخيرة من ناحية نتاع الموانئ. يعني احنا تخير دليل ميناء طنجة الدولي وكذلك الموانئ كالدار البيضاء والموانئ أكادير وبعض الموانئ الصغيرة وكذلك ميناء إن شاء الله الداخلة غادي يكونوا يعني تفتح فرص الشغل كبيرة وتتطلب أخصائيين، وهذا الأخصائيين هذا هي الدبلوم اللي وضعنا الاعتماد ديالو في هذا الأسبوع لدى وزارة التعليم العالي والبحث والابتكار. الهدف منه وهو خلق واحد إجازة مهنية نتاع تقنيين في الميدان والأنشطة نتاع تحت المائية، يعني كاين أنشطة كذلك كثيرة من ناحية نتاع الموانئ والأنشطة نتاع من ناحية نتاع البواخر، يعني لي باطو اللي تيمكن لهم المانتونونس ديالهم يعني الإصلاحات ديالهم. حنا هاد الشباب اللي تقنيين اللي غادي يتم التكوين ديالهم ان شاء الله ابتداء من الدخول الجامعي المقبل باش يلبيو هاد الطلبات لهاد الميادين هذا، لان الان كاين صعوبات باش يتم اصلاحات ويتم يعني في هاد الموانئ وكذلك في البواخر تاع الصيد وجميع ما يدور باب الانشطه المائيه. هنا ان شاء الله غيبدا هاد التكوين هذا، والجامعه الملكيه للغوص والانشطه المائيه هي اللي غادي تواكب هاد التكوين هذا المهني يعني بالاخصائيين ديالها وكذلك المشرفين وكذلك المدربين ديالهم باش يمكن لهم يلبيو يعني من ناحيه التقنيه ومن ناحيه في الميدان هذا باش يتم اخراج ان شاء الله دفعات في السنوات المقبله واخصائيين من ناحيه حاملين الاجازه نتاع مدرسه المهندسين سوبتك انفيرونمون ابتداء من الدخول الجامعي. وهنا تنشكروا السيد رئيس الجامعه الملكيه للغوص وكذلك الانشطه تحت المائيه وكذلك جميع المكتب المديري وجميع الاشخاص وبعض الاساتذه وبعض يعني الاخصائيين والمدربين في الجامعه اللي غادي يساهموا ان شاء الله في هذه الاجازه، وتنشكروا الجميع باش يواكبوا هذه التخصصات في المستقبل وهي اول تخصص على الصعيد الوطني وعلى الصعيد الافريقي. وشكرا.